ركعتي الفجر لوحدها اللي هي سنة الفجر القبلية يقول النبي عنها اسمع اسمع والله العظيم يا جماعة الذي يفرطها أنا في تقدير أقول أنه خسران. قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الصبح خير لك من الدنيا وما عليها وما فيها. كم في الدنيا والأرض من كنوز ومن خيرات ومن أشياء تلفت الأنظار وتسحر الحقيقة الألباب، ومع ذلك ركعتين الفجر فقط خير من هذه الدنيا كلها. حط عندك ميزان فسترى خيرية هذه الركعتين خير من كل ما في الدنيا. لماذا تفوتها؟